بسم الله الرحمن الرحيم، معاك اخوكم موكا مصر من معرض غصن الزيتون لتجارة السيارات. النهاردة بالشرف ان احنا بنسلم عربية سوزوكي فان زيرو لاخواتنا وحبيبنا اللي شرفونا اللي هتعرف عليهم دلوقتي. اتعرف عليك يا معلم. اسمي محمد جلال. حبيبي يا عم محمد، اول حاجة شرفنا في معرض غصن الزيتون. حبيبي الشرف ليا. الله يبارك لك يا معلم، الله يبارك لك. اول حاجة ايه رأيك في المعاملة هنا في معرض غصن الزيتون؟ بسم الله ما شاء الله، ناس محترمين، ناس افاضل، ناس ونعم الناس بجد والله. ربنا يبارك لك يا سعادة الباشا، ربنا يبارك لك. مش عشان اشتريت، لا 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 والله مش عشان اشتريت او اشتري، لا فعلا الناس والله ذوق اخلاق، ناس محترمين جدا يعني. حد أثر معاك في أي حاجة؟ لا والله الحمد لله رب العالمين. ربنا بفضل الله البضاعة موجودة وحاضرة زيرو مستعمل وكاش. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله، اللهم حسن الله أكبر ما شاء الله. أثرنا معاك من ناحية فلوس ولا حاجة؟ لا 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 بسم الله ما شاء الله، أقل ناس أقل سعر، لا ناس محترمين والله. ربنا يبارك لك يا باشا، ربنا إن شاء الله يديك ربنا يطمنا عليك. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم يبارك لك يا معلم. تعرف برضه على الرئيس اللي معانا؟ سمير رضا. حبيبي يا عم سمير، أول حاجة شرفنا في معرض غصن الزيتون. ربنا يخليك يا رئيس. إيه رأيك في المكان هنا، في المعاملة، في الدنيا؟ لا المكان والله اللهم صل على النبي، ربنا يزيدكم باذن الله. عرفتي طريقنا عن طريق ايه؟ النت ولا حد خد عربيه وقال لك؟ لا ناس خدت عربيات كتير وبتاع وكده وشاركت فيكم، يعني احنا جايين على السمعه هنا. الله يبارك لك. والله جايين على السمعه هنا. حد هنا يأثر معاك في حاجه ولا لا؟ لا لا لا، والمعامله 100 100 هنا وامانه والله، احنا جايين على الامانه والناس كويسه. بفضل الله اشتريت عربيه زيرو بارخص سعر في مصر ولا ده كلام سوشيال ميديا ونت؟ لا لا كلام صحيح. ارخص سعر بفضل الله، عربيتك بضاعتك حاضره موجوده، ورقك موجود، كله بفضل الله 100 100. صح الكلام ده؟ صح الكلام. حبيبي سعادتك ان شاء الله يديكوا خير ويوفقكم ان شاء الله. ماشي يا باشا، الف مبروك يا ريس، الف مبروك، الف مبروك يا معلم، الف مبروك يا باشا. ماشي يا سعادتك.